بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله تعالى ورضوانه على الصحب الكرام المنتجبين السلام عليكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج فلا يتدبرون القرآن عنوان حلقتنا لهذا اليوم من قصص بني إسرائيل ولا يزال حديثنا عن آيات سورة الإسراء ونحن نقترب شيئا فشيئا من نهايتها موضوعنا إن شاء الله تعالى يبدأ في حلقة اليوم من حيث التلاوة والتدبر بالآية الحادية بعد المئة من سورة الإسراء <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بين فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني يا موسى مسحورا قال لقد عزيز فأراد من الأرض فأغرقناه فأراد أن يستفزهم من أغرقنا فأغرقنا ومنه جميعا وقلنا من بعد يسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين، مرحبا بكم من جديد ايها الاخوه الاخوات، سبقت الاشاره في الحلقه الماضيه الى بعض هذه الايات الكريمه المباركه واولها قوله عز وجل ولقد اتينا موسى تسع ايات، طبعا هذه اللام التي تسبق قد في علم النحو إما لام الابتداء والتوكيد وقد أيضا للتحقيق فيكون توكيدا على توكيد يعني كل ذلك يؤكد المعنى الذي يتلوها يتلو يتلوهما يعني يتلو اللام وقد أو أن اللام موطئة للقسم يعني والله لقد آتينا موسى تسع آيات والمشهور ان هذه الآيات التسع هي طبعا العصا وانه وضع يده في جيبه فاخرج خرجها او خرجت بيضاء من غير سوء، وما اعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات الاخرى انه يضرب بعصاه الحجر فتخرج اثنتا عشرة فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ايضا الطوفان الذي اصاب قومه المعاندين جماعه فرعون وغيرهم ايضا الجراد والقمل والدم والضفادع وامور كثيره هذا هو المشهور وهناك روايه تقول ان يهوديا سال نبينا صلى الله عليه واله ليختبره هل هو فعلا نبي؟ يوحى اليه فقال له ما ما هي الايات التسع التي انزلها الله تعالى على موسى او اتاها موسى عليه السلام، لان الايات تارة تكون ايه واحده من الوحي، كما عندنا مثلا الايه الاولى من سوره الحمد، الايه الثانيه وهكذا او باقي السور، واحيانا تكون الايه بصيره كما قال تعالى بصائر. جمع بصيرة يعني حجة وبرهان ودليل تجعل من يطلب الحقيقة يهتدي به ويبصر الحقيقة كما هي، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله الايات التي اتاها الله تعالى موسى عليه السلام كما في قوله تعالى ولقد اتينا موسى تسع آيات هي آيات شريعة تشريع ومنها ان لا تشركوا بالله تعالى شيئا وكذا وكذا ولا تفعلوا الفواحش كالزنا ولا تاخذوا يعني ببريء الا السلطان ليقتله ولا فذكر تسع ايات وقال واحده خاصه بكم انتم يا بني اسرائيل وهي ان لا تعتدوا يوم السبت. يقول فقبل اليهودي يد النبي صلى الله عليه واله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك نبي وأنك نبي الله يعني لأنه هذا الوحي لا يعلمه إلا نبي كيف علمه النبي صلى الله عليه وآله على كل فكل الأمرين جائز والقرآن الكريم في هذا السياق يقول أن الآيات أرسلت إلى فرعون لكي تكون حججا وبراهين وادله على صدق نبوه نبوه موسى عليه السلام. فاذا قال قائل كيف نوفق بين الامرين؟ تاره نجد ان القران الكريم يقول ان هذه الايات خاطب بها موسى عليه السلام فرعون وملاه ورسول الله صلى الله عليه واله اذا صحت هذه الروايه يقول ايات تشريعيه نقول إن الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه واله نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ولذلك تجد أن الأئمة عليهم السلام تختلف عنهم الأجوبة بعض الناس يقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول كذا والرواية عن الإمام الباقر عليه السلام تقول كذا طيب كلهم إمام كلهم معصوم صلوات الله عليهم اجمعين. كيف نوفق بين هذا لا طبعا الائمه ورثه الانبياء وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه واله وهم على نهج رسول الله صلى الله عليه واله وهو نهج الانبياء جميعا، نحن معاشر الانبياء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم فكل سائل ياتيه الجواب بما يتناسب مع هدفه. هذا اليهودي جاء يختبر النبي صلى الله عليه واله، فحينما سأل النبي صلى الله عليه واله اجابه على ما في نفسه وعلى قدر عقله وانه ماذا يريد، وهذا ليس يعني متضاربا وليس متقاطعا، القرآن حمال ذو وجوه كما قال الامام علي عليه السلام ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات واضحات دلائل فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم، هذه القراءة المشهورة عند جميع القراء المعتد بقراءتهم، وهناك رواية عن ابن عباس، لكن ابن عباس ليس من القراء لا من السبعة ولا من العشرة ولا من القراء الأربعة عشر. قرأ ابن عباس فسأل بني اسرائيل ليس بالامر بصيغه الامر فسال لا فسأل بالماضي ومعناها ان موسى عليه السلام سال فرعون بني اسرائيل كما في سوره طه صلى الله عليه واله ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم لان بني اسرائيل كانوا رهائن عند فرعون كانوا محتجزين يعني قد فرق بين الولد ووالديه، بين المرأه وزوجها، بين الـ يعني بعض الـ يعني الاخوه، فتجد بعضهم في الشام، بعضهم في مصر، ويمنعهم من 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 الالتقاء بذويهم وارحامهم، واستعبدهم يذبح ابناءكم ويستحيي نساءكم ويعملون له ليلا ونهارا، ابن لي تارة يطلب منه أن يبنوا له صرحة بقيادة هامان لعله يبلغ الأسباب أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى والعياذ بالله ظنا منه أن الله تعالى يحويه مكان دون مكان أو أنه يمكن أن يوجد في مكان ويخلو منه مكان آخر وهذا ظن المجسمة فلما جاء موسى عليه السلام طلب هو وهارون عليهما السلام هذا الطلب ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى في سوره طه. فقرأت ابن عباس ناظره الى هذه القضيه، فسأل يعني سأل موسى فرعون بني اسرائيل، طلبهم كما تقول سألت المال يعني طلبت المال. السائل ومنه السائل واما السائل فلا تنهر يسال الناس ان يعطوه المال يعني فسالهم يعني سال فرعون ان يحرر بني اسرائيل وان يعطيهم اياه لكي يرجعهم الى اهليهم والقراءه المشهوره فاسال بصيغه الامر والخطاب للنبي صلى الله عليه واله فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ لما مضى من الزمن يعني حين جاءهم موسى عليه السلام قل لأسلافهم هؤلاء أتدرون ماذا كان جواب فرعون لنبيكم موسى عليه السلام فإذا علمتم هذا من, من, من القرآن الكريم ومن التوراة دل هذا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله فقال له فرعون له يعني لموسى عليه السلام فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا إما أنه غلبك السحر وسحرك جعلك تقول هذه الأشياء أو آآ آآ مسحور يعني مجنون ليس بفعل ذلك لأن العرب أيضا تقول للمجنون مسحور أنك مجنون وهذا من جنونك حاشا صلوات الله عليه او انك يعني لا تعي ما تقول او انك مسحور يعني بمعنى ساحر مفعول بمعنى فاعل واني لا اظنك موسى ساحره يعني ولمناسبه الايه وللبلاغه آه تم العدول من الفاعل الى المفعول كما قال تعالى حجابا مستورة يعني ساترة في بعض وجود تفسير وقال تعالى في عيشة راضية يعني مرضية يتعاقب اسم الفاعل واسم المفعول فيما بينهما أجابه موسى عليه السلام قال لقد علمت في قراءة الجمهور القراء بفتح التاء علمت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الأشياء جميعا إلا رب السماوات والأرض وانه ليس من قبيل الجنون او السحر اصابني وقرا الكسائي لقد علمت يعني موسى هو يقول يقول انا لست مسحورا ولست مجنونا ولست مغلوبا ولست ولست آه ولكن انا علمت علم اليقين ان الايات التي اعرضها عليك يا فرعون ما انزلها علي الا رب السماوات ورب الارض الا رب السماوات والارض هذا معنى قراءة الكسائي، أما علمت فالخطاب من موسى عليه السلام لفرعون بفتح التاء. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنزلها بصائر جمع بصيرة أي مبصرة مضيئة منيرة فتكون بصائر منصوبة على الحال. وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا ملعونا مطرودا ممنوعا عن الخير محبوسا عن الخير مثبورا مغلوبا على أمرك استحوذ عليك الشيطان من هذا المعنى فأراد أن يستفزهم من الأرض ان شاء الله سياتي في سوره طه وفي سوره الشعراء وفي سور اخرى الحديث عن محاوله فرعون محاصره موسى واصحابه عليه السلام عند البحر واراد ان يستفزهم اي يخرجهم اما بالقتل او بالنفي خارج ارض مصر. فأغرقناه ومن معه جميعا في الحادثة المشهورة قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني هنا أمامنا البحر وفرعون خلفنا بجنوده وبجيوشه فنحن مدركون سوف يدركنا فرعون وملأه وجنوده ماذا نفعل؟ قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي ما دام معي ربي فسيهديني إلى الطريق الذي ينجينا وسوف يدفع عنا خطر فرعون وملئه، فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب بعصاك البحر فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق البحر وصار جزئين منفصلين كل جزء, جزء, جزء منهما كالجبل كالطود العظيم كالجبل وبينهما يبس كانه ما كان فيه ماء فسار موسى عليه السلام وسار معه قومه فلما وقف فرعون على البحر وجده منفلقا ومتفرقا يمينه عن شماله ما اعتبر وما قال هذا لا يفعله الا رب السماوات والارض لا اتبعهم فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم في سورة طه إن شاء الله يأتي الحديث عنها آخر قيل إن آخر من نجا من البحر هو موسى عليه السلام النتيجة آخر واحد من موسى أو من يعني من أتباع موسى عليه السلام عاد أعاد الله تعالى البحر كما كان فأغرقوا جميعا عند ذلك أقر فرعون لما أدركه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وياتي الحديث ان شاء الله تعالى عن هذا. فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض يعني اسكنوا الشام، بعد ان عبروا البحر وصلوا الى ارض الشام، وهذا يدل على ان البحر الذي عبره موسى عليه السلام بعد ان ضربه بالعصا هو لا يعد ان يكون هذه المنطقه الان بين الاردن وبين مصر التي تنتهي بالعقبه او من جهه اخرى تكون بين مصر وجهه اخرى من جهه النيل لانني لست مطلعا على الخارطه بالتمام لكن الذي اعرفه أن يعني الأردن تلتقي بالأردن والأردن من أرض الشام تلتقي بمصر عن طريق العقبة ميناء العقبة فهذا يدل على أنه هناك منطقة إما من جهة سيناء وإما من جهة العقبة لما هرب موسى عليه السلام خرج موسى عليه السلام هاربا بأصحابه من مصر اتجه صوب الشام فصادفهم البحر فلما صادفهم البحر وفتح الله تعالى لهم البحر بعصا موسى عليه السلام دخلوا ارض الشام فاما ان دخلوها عن طريق الاردن او من مكان اخر الله اعلم. وقلنا من وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض اسكنوا الشام حتى ياتي امر الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وعد الآخرة بحسب ظاهر القرآن الكريم أنه يوم القيامة، على اعتبار لفظ الآخرة يستعمل في في القيامة يعني، وللآخرة خير لك من الأولى، ومعنى جئنا بكم لفيفا يعني متفرقين لا يعرف بعضكم أنها أنه من القبيلة الفلانية أو أنه من العشيرة الفلانية لفيف واللفيف في لغة العرب المخلوط تقول تقول جاءت الجيوش لفيفا أي مختلط بعضها ببعض معنى مختلط بعض يعني ما تستطيع أن تميز أن تقول هذا يذهب إلى هذا أو هذا ينتسب إلى هذا وهكذا اللفيف في لغة العرب الشيء الذي التف بعضه مع بعض واختلط ولا أدري إن كان بعض الناس يطلقون يعني إلى اليوم يستعملون يطلقون على السندويش مثلا لفة لأنه لفيف من مجموعة أشياء يأتي بمتنوعة مختلفة واختلطت بعد هذا الذي يأكلها ما يعرف هذا ينتمي إلى كذا وهذا أصله كذا اختلط فيها الشيء هذا هو اصل اللف. جئنا بكم لفيفا. القول الثاني ان الاخره التي ذكرت في سوره الاسراء في اول السوره. نفس السوره. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بعد ذلك قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة يعني الاستعلاء الأخرى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا والظاهر أنه أيضا يشير إلى هذه جئنا بكم لفيفا من كل يعني من كل قوم وأشار الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى إلى هذا المعنى ب صورة خفية وفعلا نجد أن اليهود اجتمعوا في أرض فلسطين من كل البلاد والاستعلاء الآخرة بدأت وبدأ طغيانهم الآن طبعا نجد أنه بفعل المقاومين والمجاهدين من الفلسطينيين ومن غيرهم بدأوا يتبرون هذا العنفوان الإسرائيلي وهذا العلو وهذا الشموخ الزائف وإن شاء الله تعالى يأتي اليوم الذي يتحقق نصر الله نذهب الى فاصل قصير ثم نعود تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد تظهر لكم الان الارقام على الشاشه بامكانكم ان تتواصلوا معنا فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا متفرقين من كل قوم من كل ناحيه من كل جهه وعند ذلك يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى وذكرت لكم سابقا أن الرازي الأندلسي أيضا أو الرازي عن الآخر ليس الفخر الرازي عنده أيضا تفسير يقول في تفسير قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا قال على يد المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولهم في الاخره عذاب عظيم يعني في نار جهنم. قوله تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل أنزل الله تعالى هذا الوحي وهذا القرآن على النبي صلى الله عليه واله بالحق لا بالباطل، فكل ما فيه حق وهو من عند الحق هنالك الولاية لله الحق و وكل ما فيه حقائق الأخ أبو حسن من البصرة تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أبو حسن. دكتور عندي سؤال الله نعم نعم، تفضلوا. دكتور اي وقت جمع القران الكريم هل هو بعهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ام بعهد امير المؤمنين عليه السلام؟ نعم والاثبات على هذا الشيء يعني باي عهد جمع القران وشنو الاثبات على هذا الشيء؟ طيب حياكم شكرا, شكرا لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لكم ان شاء الله سياتيك الجواب بعد قليل اذا وبالحق انزلناه قد يقول قائل طيب وما معنى اذا ما معنى قوله تعالى وبالحق نزل؟ انزله الله بالحق وبالحق نزل هو القرآن ينزل من عند الله، اذا ما معنى وبالحق نزل بعد؟ هنا هذا من بلاغه القرآن الكريم، اولا معنى قوله تعالى وبالحق انزلنا يعني نزل على جهة الحق للباطل وبالحق نزل يعني نزل على الحق والحق هنا محمد وبعده آله صلى الله عليه وعليهم أجمعين كما تقول نزل زيد ببني قيس أو بمثلا بني عدنان أو ببني فلان نزل بهم يعني حل فيهم ضيفاً يعني وبالحق انزلنا انزلناه بهذه الجهه على انه حق تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق في في اول سوره الرعد وقد مضى وبالحق نزل يعني وعلى الحق نزل لان النبي صلى الله عليه واله واله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم اجمعين هم الحق كما قال رسول الله صلى الله عليه واله عن نفسي وعن اهل بيتي انهم هم الحق. فاما عن نفسه فقد قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: ويحك اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هاتين الا حق، لانه هو الحق. وقال عن علي عليه السلام: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. فبالحق انزلنا انزلنا القران على الحق لا على الباطل يعني من جهة أنه حق لكن الذي يستقبله أيضا هو حق وأهل حق أم لا نعم والذي استقبله وعمل به أيضا هو الحق فالتقى الحقان ولذلك يقال أهل البيت يعني محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم عدل القرآن لأنه الحق والحق والحق عدل الحق وبالحق أنزلنا نزل القرآن الكريم على جهة الحق للباطل وبالحق نزل نزل على أهل الحق ولذلك لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لأنهم هم الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هذا هو أفضل تفسير وقد أشار إليه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله قد يقول قال ما علاقة هذا الذي يحصر مهمة النبي صلى الله عليه وآله بالبشرى والإنذار البشرى للمؤمنين والصالحين والإنذار للكفار والفاسقين والمنافقين طيب وما نعم اذا وما اذا ما علاقة هذا بالحق؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين عفوا الله سبحانه وتعالى يعلم وقد اعلم نبيه علم اليقين واعلم اهل بيته صلى الله عليه اجمعين علم اليقين انه لا يفهم هذا القران ولا يعمل به حق العمل الا هم بعد الفاصل عفوا بعد الاتصال اكمل لكم الأخ أبو الحق من بابل تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم. السلام, عليكم. عليكم. السلام. حياكم الله أبو الحق تفضلوا. دكتور الآية الكريمة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. يعني إنش... أولا شنو معنى كل شيء؟ ثانيا الإمام المبين هل هو القرآن أو الإمام المعصوم؟ نعم حياكم الله وصل السؤال. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم شكرا لكم. فإن الله تعالى أخبر نبيه والنبي أخبر أهل بيته صلى الله عليه أجمعين فصار عندهم العلم بعلم اليقين كما قال الإمام علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا عندهم العلم اليقيني الكامل أنه لا يعمل بالقرآن حق العمل ولا يطبق القرآن حق التطبيق ولا يفهمه حق الفهم إلا هم طيب وباقي الناس باقي الناس مهمة النبي صلى الله عليه واله فيهم أن يكون بشيرا ونذيرا هذا معناه لأن الحق عند أهل الحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل طيب باقي الناس باقي الناس يبشرون إن كانوا مؤمنين صالحين وينذرون إن كانوا طالحين فاسقين كافرين منافقين ظالمين وهذا عجيب من عجيب وكل القرآن الكريم عجيب يقول أنتم أهل القرآن أنت يا محمد وآلك صلى الله عليكم أجمعين أنتم أهل الحق والقرآن نزل بالحق أنزله الله ونزل عليكم بالحق أنتم أهل أنتم الحق وباقي الناس عليكم أن تبشروهم إن كانوا مؤمنين وعليكم أن تنذروهم إن كانوا غير ذلك وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مقصور وحصر بما وإلا يعني ما أرسلناك أن تجعل الناس بمنزلتك ومنزلة أهل بيتك أبدا ولذلك قال صلى الله عليه وآله وقال أهل البيت عليه السلام نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد وقد ذكره ابن حنبل قال لما سأله ولده قال ما أراك تفصل في علي ولا تذكر ما ذكرته في غيري، قال بني علي من اهل بيت لا يقاس بهم احد، ما استطيع ان اذكره كما اذكر الخلفاء وباقي الناس، لا، هؤلاء لهم خصوصيه، هؤلاء لا يمكن ان نعاملهم كما نعامل باقي الناس، كمعاملتنا باقي الناس، ولذلك تجد ان الله تعالى اراد ان يؤدب المؤمنين بان شنع على من يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تجعلوا دعاء النبي كدعائكم كدعاء بعضكم بعض دعاء الخطاب يعني أنت يا محمد لا لو للأسف الشديد ما فهموا مقام الإمامة التي عند النبي وعند أهل البيت ولا مقام النبوة التي عنده صلى الله عليه وآله ما فهموها وتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه يعني بشر فقط عنده الوحي يأتي وانقطع وانتهت مهمته صلى الله عليه وآله ولذلك عدوا على أهل بيته من بعده بالقتل وبسلب الحقوق وغير ذلك لأنهم ما يريدون أن يتميز عليهم أحد وكانوا مكرهين أن يذعنوا للنبي صلى الله عليه وآله يحذرون أن ينزل الله فيهم سورة فتفضحهم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله واطمأنوا أنه بعد لا يوجد شيء يفضحهم وفاتهم أن القرآن قد فضحهم من قبل عدوا على أهل البيت عليهم السلام إذا. القرآن الكريم له أهله وبالحق أنزلنا وبالحق وعلى أهل الحق نزل أما باقي الناس فأنت بين مبشر لهم وبين منذر صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ما أرسلناك أن تجعل منهم أئمة أو أن تجعل منهم أنبياء أو أن تجعل منهم أه أناسا مماثلين لك ولأهل بيتك أبدا هيهات هذا باختصار وإن شاء الله تعالى نكمل معكم في الحلقة القادمة عندنا الأخ أبو حسن من البصرة متى جمع القرآن الكريم أولا أخي الكريم القرآن الكريم لم ينزل كتابا مكتوبا بل نزل كلاما وقد جمع في صدر النبي صلى الله عليه واله، وفي صدر الامام علي والزهراء وسائر اهل البيت عليهم السلام، وقد جمع في صدور الصحابه وعلموا هذه الايه تابعه لمن وهذه الايه تابعه لمن؟ وكانوا يحفظونه عن ظهر قلب، وكانت اذا نزلت الايه قل ضعوها على راس كذا، ضعوها في اول سوره كذا، فبالتالي هو اثناء ما ينزل هو يجمعه. كان صلى الله عليه وسلم يجمعهم ولذلك الاخ ابو جعفر من كربلاء تفضلوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام, أبو السلام أبو ورحمة, ورحمه الله حياكم الله ابو جعفر تفضلوا شوارك 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 حبيبي بارك الله فيك الله يحفظكم تفضلوا ابو جعفر دكتور طالب كليه علوم اسلاميه قسم الدراسات القرانيه جامعه كربلاء نعم تفضلوا سؤالي في القرآن الكريم تارة نقرأ ربي بالمقصود الله عز وجل وتارة نقرأ إلهي والمقصود أيضاً الله عز وجل فما الفرق بين ربي وإلهي؟ نعم شكراً لك حياكم, حياكم الله حياكم. شكراً لكم حياكم الله الاخ ابو حسن اذا النبي صلى الله عليه وسلم جمعه وقيل اخر ما نزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم وكان في سوره المائده وذكر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه روايه قال وقيل اخر ما نزل عليه قوله تعالى آه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقال له جبريل عليه السلام يا رسول الله ضعها على رأس المئتين والثمانين من سورة البقرة يعني صار رقمها مئتين وإحدى وثمانين فكان أيضا جبريل يقول له ضعها على رأس كذا وعلى رأس كذا أو في أول السورة أو في وسط السورة فكان مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان كل صحابي من الصحابة عنده مصحف مصحف أُبي، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف ابن عباس، مصحف فلان فلان، مصاحف؟ إذا لمَ سميت مصاحف؟ إذا لم تكن مكتوبة. ولكن القوم لما علموا أن فيها حواشي كانوا يسألون النبي صلى الله عليه واله يا رسول الله ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الكلمة؟ في من نزلت؟ فالنبي يملي عليهم صلى الله عليه وسلم يكتبون ففيها التفسير المباشر من رسول الله. صلى الله عليه وآله. وهذا لا يريدونه لأنه لا يتناسب مع مصالحهم وأهوائهم فقالوا كل من عنده شيء كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فليأتنا به نريد أن نجمع الناس على حرف واحد فظن الناس أنهم يريدون خيرا على أن يعيدوا إليهم مصاحفهم لأن فيها تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بهم يجمعون المصاحف ويأمرون بحرقها ولكن بقي القرآن في صدور الصحابة وبقي عند بعض الصحابة مصاحف وبقي عند الإمام علي عليه السلام اللوحان المكي والمدني وجمع منهما بعد ذلك القرآن في لوح واحد وهو عند أولاده يتناقلون فيما بينهم كما صرح الإمام ابن الجزري في كتابه طيبة النشر في القراءات العشر والقضية معروفة أما ما فعله آه آه الخلفاء انهم جمعوا نسخه واودعوها عند حفصه وبعد ذلك اخرجت و يعني هذا كلام في كلام القران كان في صدور المؤمنين محفوظا ومنقولا نعم ارادوا ان آه تكتب نسخ توزع على الامصار الذين ما يعرفون الاسلام كانوا حديثي عهد بالاسلام شكرا لك اخي الكريم عندنا ابو الحق من بابل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا مطلق أخي الكريم وعام القرآن الكريم أطلق وقال كل شيء أحصيناه في إمام مبين فإذا أريد به القرآن الكريم فقد قال الله تعالى تبيانا لكل شيء وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وإذا كان المقصود بالإمام الإمام علي صلوات الله عليه فهو القائل سلوني قبل أن تفقدوني فعلى كلا المعنيين المقصود به العموم والإطلاق الأخ أبو جعفر من كربلاء المقدسة أخي الكريم إذا قلت ربي يعني المتحنن علي الذي رباني وهيأ لي والدين يربياني ويربيانني ويغدق علي بحنانهما وعطفهما وأن يبذل لي ونشأني وهو لا يزال يرحمني حتى إذا عصيته أو كفرت به والعياذ بالله فهو رب كما على غير تشبيه كما يقال رب الأسرة لماذا يقال للرجل رب الأسرة لأنه يديرها وينفق عليها فالرب من هذه الزاوية أما إذا قلت إلهي فالمقصود به معبودي لأن الإله في اللغة المعبود إله بمعنى مألوه اله يؤله فهو اله بمعنى مالوه اي عبد يعبد فهو معبود كما تقول كتب يكتب فهو كتاب بمعنى مكتوب، كتاب يعني مكتوب فالاله يعني المعبود والرب يعني الخالق المتحنن الرحيم الرزاق الى اخر المعاني فاذا قلت الهي يعني معبودي واذا قلت ربي رازقي راحمي هذه صفات دالة على معانيها شكرًا لك أخي الكريم والأخ أبو جعفر أيضًا لذلك تجد أن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهناك رحمة رحمانية رحيمية لا تنال الا بالعباده بالايمان والعمل الصالح بسم الله يعني بسم المعبود الحق الرحمن الرحيم هذه رحمه خاصه بالمؤمنين الذين يعملون الصالحات لانها جاءت بعد لفظ الجلاله الله والله اصله اله يعني معبود المعبود الحق اما رب العالمين الرحمن الرحيم فهذه رحمه عامه الله سبحانه يرحم بها المؤمن والكافر والعاصي والظالم رب العالمين الرحمن الرحيم تلاحظ فالرحمة الأولى خاصة والرحمة الثانية عامة يعني رحمة رحمانية رحيمية خاصة للذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنها جاءت بعد الله والله يعني المعبود الحق ورحمة عامة جاءت بعد رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم هذه رحمة عامة تشمل الجميع يرحم عباده حتى من كفر به تعالى والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: رب العالمين كل العوالم هو ربها والمتحنن عليها وما من دابه الا على الله رزقها وهو اخذ بناصيتها. من النمله فما هو اصغر من النمله. هو يرزقها وهو اخذ بناصيتها يقودها الى حيث يوجد رزقها. فهو رب مربي سبحانه وتعالى إذن وبالحق أنزلناه أيضا هذا وجه بلاغي لم يقل تعالى أنزلناه بالحق لا بالحق قدم الحق على الإنزال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما قال ونزل بالحق أيضا قدم أهل الحق صلوات الله عليهم وبالحق نزل نزل على أهل الحق فالتقى الحق مع الحق نور على نور ولذلك يقول تبارك وتعالى ولو أن قرآن في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا يعني هذا القرآن لو ثنيت الوساده لأهل الحق الذين نزل فيهم ونزل عليهم ونزل بهم لا سيروا به الجبال وقطعوا به الأرض وكلموا به الموتى ولكن للأسف الشديد حيل بينهم وبين أن يحققوا ذلك ولكن ادخره الله تعالى إلى أيام دولة الإمام المهدي عليه السلام وهو الإمام الثاني عشر من آل محمد صلى الله عليه واله، فإذا ظهر تحقق ما كان يتحقق أيام عيسى عليه السلام وأكثر، يكلم الموتى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، يخرج الموتى بإذن الله، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً أو طائراً بإذن الله، باختلاف القراءة، إذا هذا كله مدخر، لذلك قال الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من كربلاء اللهم إن كنت حبست عنا النصر في العاجل فاجعله ذخيرة لنا في الآجل عند ذلك تحقق أمر الله وإذا تحقق أمر الله امتلأت الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا نلتقيكم إن شاء الله تعالى مشاهدينا الكرام في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته